هذا نذر معصية. لقد أكدنا آنفا بأن الضرب على الدف حرام أبد الدهر إلا بمناسبة العرس والعيد، فهذه التي نذرت أن تضرب على الدف بمناسبة ما، هذا نذر معصية. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. نعم، وقع في زمن الرسول عليه السلام أمر لن يتحقق أبدا بعد وفاته عليه السلام، ذلك أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن جاء منتصرا على أعدائه في بعض المعارك، قالت: إني نذرت أنك إذا رجعت سالما أن أضرب بين يديك بالدف. قال: فافعلي. وهذا نص يجب أن يفهم بملاحظة أمرين اثنين. الأمر الأول: عظمة الرسول عليه السلام، وأن رجوعه سالما من معركة من المعارك مع المشركين والكفار هذا فيه حفظ للدين، وهذا لا يتحقق بالنسبة لغيره أبدا. والشيء الثاني: أن للنبي صلى الله عليه وسلم خصوصيات لا يشارك فيها أحد من الناس أبدا، فلا ينبغي، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فلا ينبغي أن يتوهم متوهم أنه يجوز لإنسان أن ينذر الضرب على الدف بمناسبة فرح له، قياسا على ما فعلته المرأة مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا قياس كما يقول الفقهاء قياس مع الفارق، أو كما يقول بعضهم من باب قياس الحدادين على الملائكة. فأين رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نذرت أنه إذا عاد سالما، وأين من بعده حتى لو قيل إن عاد سالما، فما بالك وهنا ما في عاد سالما، إنما والله نجح في الامتحان. ثم ما قيمة هذا الامتحان؟ يمكن يكون السقوط فيه خير له، بعض الامتحانات تكون هكذا. فإذا لا يجوز الوفاء بمثل هذا النذر إطلاقا. لعلك بلغتهم وجاهزين إن شاء الله. بعرف الله. نعم ما بعرف بالأبرجع، بس في سؤال الأخ إن أسألني. نعم أسألك.